خلونا دلوقتي ناخد عبر الهاتف واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي السابقين كابتن محمد عماره. كابتن محمد صباح الفل عليك وبرحب بيك ومشرفني ومنورني. الله يخليك وطب عليك. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. مريهان واحمد صح؟ مريهان ويحيى. ويحيى حبيبي يا كابتن مشرفني ومنورني طبعا. وحابب ابتدي معاك سريعا كده وقصه تغيير المدربين. يعني شفنا اقاله مارتن لاسارت من النادي الاهلي، رحل عن النادي الاهلي وتولي طبعا كابتن محمد يوسف القياده الفنيه بشكل مؤقت. كمان على الصعيد الاخر نادي الزمالك وجود مدير فني جديد طبعا ميتشو الصربي. هو بص يعني رحيل لاسارتي بالتحديد اعتقد ان هو يعني الوقت اتاخر قوي ان هو يرحل. صحيح يعني كان لازم يمشي من بدري قوي لان هو نتائجه ما كانتش ايجابيه. من امتى يا كابتن؟ يعني فكره ان مجلس الاداره النادي الاهلي قرر الابقاء عليه بعد الخساره الافريقيه، حضرتك كنت معاها ولا ضدها؟ فكره ان احنا عايزين استقرار. شوفي انا كنت من اول الناس اللي هي كانت مؤيده لرحيله بعد الخماسيه. بعد الخساره الثقيله. وكان عندي يعني اسباب الرحيل يعني هذا المدرب. اولا النادي الاهلي يعني كل الماتشات اللي بيشتغل فيها وبيلعب بيها يا اما 1-0 بالعافيه يا اما اداء مش مقنع يا اما تغييرات في التشكيل بشكل كبير جدا واضح قوي على اللعيبه ان مفيش حتى ربط موجود في الملعب بينهم وبين بعض فما كانش له بصمه من الوهله الاولى. صحيح عندها قناعات يعني اللعيب المؤثر واللعيب المميز من الوهله الاولى بيتعرف عند جماهير النادي الاهلي. فبالتالي النهارده انت يعني هو ما سابش انطباع ما سابش اداء مثلا يبقى مقنع لجماهير النادي الاهلي وطموحات الجماهير. فبالتالي رحيله كان امر طبيعي يعني لو سالت اي حد في الشارع اقول لك لا كان متوقع. طيب طب كابتن عماره انا عايز اسال حضرتك يعني سلسله اهدار الفرص امام المرمى الفرص السهله من قبل لاعبي النادي الاهلي مستمره، مش بس ممكن يكون وليد ازارو دي حاجه بقى لها فتره معاه ولكن ممكن لاعبين تانيين، البعض بيسند دوت للمدير الفني ان هو فنيا ده هو اللي مسؤول عن الحاله ديت، حضرتك بتشوفها ازاي فنيا؟ لا انا بشوف اضاعه الفرص ان دايما الفرق الكبيره والفرق اللي بتروح للمرمى كتير لما بتضيع فرص فاكيد هيجي وقت وتيجي. انما اللي انا يعني عندي قناعات دي ان النادي الاهلي ما فيهوش فروت كويس يخلص الفرص اللي هي بتبقى موجوده. النهارده حضرتك لما بتيجي تتكلمي على الاهداف اللي هي موجوده للنادي الاهلي واحرزها النادي الاهلي في الفتره الاخيره كلها يا اما من لعيبه وسط الملعب سليه مره وليد سليمان مره وعلي معلول حسين الشحات مره علي معلول الباك ليفت هداف بالظبط باك ليفت هداف الاهلي في الفتره الاخيره. فبالتالي النهارده انت النادي الاهلي محتاج فروت او فرودين يكونوا على قدر المسؤوليه. طب الثلاثه اللي موجودين في صفوف نادي الاهلي في الوقت الحالي لو حضرتك هترتبهم وباب القيد خلاص ممكن يكون بيتقفل على الاقل افريقيا. ما رتبش انا بالنسبه لي انا عشان انا لعبت مع حسام حسن ولعبت مع فيليكس ولعبت مع الفراوده اللي هي فراوده على حق. صحيح. انا تقييمي للفرود هو ده يعني انا دايما لما اجي اقيم فرود حسام حسن صورته قدامي زميلته في المنتخب 10 سنين والنادي الاهلي واعلم امكانيات هذا المركز كويس جدا. يعني ما اجي اقيم ثروت لازم يبقى على هذه على قدر الامكانيات اللي هي كانت بتاع حسام حسن، الامكانيات اللي هي بتاع عماد متعب، الامكانيات اللي هي بتاعت مثلا لو رحنا مثلا نقول جمال عبد الحميد. انت شايف يا كابتن ان امكانيات الثلاث فراوده اللي موجودين داخل النادي الاهلي محدوده؟ محدودة برافو عليك يا حمامة ما اقدرش اقول سيئة محدودة. يعني ممكن ينجحوا في مكان تاني. صحيح يعني النهاردة حضرتك لما يجي ازارو يبقى هداف الفريق في موسم من المواسم مع الكابتن حسام البدري ويبقى مميز جدا ويقعد فترة على فكرة كان يضيع وما كانش موفق انما كان في صبر عليه. صحيح ويجي مثلا يقعد بقاله دلوقتي سنة ونص سنة ونص بعيد قوي عن مستواه. مروان النهارده انت حضرتك ما عندكش فيرويد المباراه اللي فاتت على دكه البدلاء وبتسمح له ان هو يروح يعني اكيد بنبارك له يعني هو طبعا كان فرحه فاكيد بنبارك له ولكن الوقت مش مناسب. بس خلي بالك يا يحيى يعني لما النادي الاهلي يغيب عنه فيرويد ولا اثنين ده مش كارثه يعني ما يوقعش النادي الاهلي. لا طبعا صحيح النادي الاهلي فيه لعيبه كتيره جدا وفين صلاح محسن اللي انت جبته بارقام كبيره جدا وما خدش هو ما كانش مقتنع بصلاح محسن فنيا يا كابتن محمد يعني هو اعتقد ان مارتن لاسارت كان في فجوه بينه وبين صلاح محسن وكان عنده عدم قناعه بصلاح محسن تماما وده اللي شايفينه ان هو دايما خارج حساباته.
انا بص، انا قلت ان المدرب ده ضعيف فنيا لما استغنى عن حسين السيد الباك ليفت. عرفت ان هو مدرب ضعيف فنيا. ما يبقى عندي واحد زي حسين السيد ووافق ان هو يبقى في وقت كان علي معلول ما كانش موجود، ويوافق ان هو حسين السيد يرحل بهذه الصوره. والنهارده حضرتك حسين السيد مش موجود لا افريقيا ولا محليا، فبالتالي لا، النهارده بشوف ان هو عينه كمان وحش على اللعيبه، ودي نقطه مهمه جدا. تغييراته كمان يا كابتن، يعني يمكن تغييرات حمدي فتحي في الماتش بتاع بيراميدز شويه هي دي اللي اثارت الجدل عند جماهير النادي الاهلي. ما هو برضه حمدي فتحي، يعني مع احترامي لحمدي فتحي برضه، يعني يا جماعه مشكلتنا احنا الجيل بتاعنا احنا ان احنا كان عندنا محمد يوسف سيرتيفات. صحيح، انت ده عشان دايما يا كابتن بتحط مقارنات بس. وعندنا كمونه سيرتيفات، وعندنا ابو الذهب كان سيرتيفات، وعندنا مشرف صحيح كان قصير بس كان سيرتيفات عبقري. طب انا عايزه اقف عند النقطه دي يا كابتن، لان احنا لما بنقارن اجيال منتخب مصر باجيال سابقه بنقول اللي فات كان ممكن يكون افضل فنيا. طب حضرتك دلوقتي بتعمل مقارنه ما بين الجيل نادي اهلي في اوقات فاتت والجيل الحالي. انا بعمل مقارنه عشان انا عاصرت جيل. طب ايه مشكله الاجيال دلوقتي؟ يعني هل في ندره في المواهب؟ لا بقى يعني الفلوس لا، الفروق الواضحه جدا جدا في المواهب. النهارده المواهب قلت جدا جدا. النهارده حضرتك لما كنت في سنه من السنين تلاقي حازم امام ووليد صلاح الدين ورضا عبد عال ومحمد عبد اللطيف. النهارده لو جيت تجيب فرق، يعني ابو تريكه في فتره من الفترات، يعني بكلمك على اللعيبه اللي هم المهاريين. لا، في لعيبه كتير اكيد يا كابتن، يعني وجيل كتير. يعني اعتقد من كلامك برضو مركز شويه على قطاع الناشئين، يعني هو بسبب قله المواهب او بسبب ندره المواهب دي هي راجعه في الاخر لقطاع الناشئين داخل الانديه، صح يا كابتن ولا ايه؟ يعني حضرتك انا يبقى عندي قطاع ناشئين في النادي الاهلي ورئيسه الكابتن فتحي مبروك صحيح، وقبليه الكابتن محمد عامر، وقبليه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي صحيح، واروح اشتري لعيبه ب 100 مليون و60 مليون؟ ده مش معقول يا جماعه. يعني مع احترامي الكامل لقطاعات الناشئين في مصر، لو تعبوا شويه والله هيجيبوا لعيبه بمبالغ اقل. لو تعبوا شويه هيوفروا للنادي كتير كتير قوي. فالنهارده انت بتتكلم على قطاعات ناشئين، خلينا نقول كده ونتفق مع بعض، مين في قطاع الناشئين طلع في الدرجه الاولى في النادي الاهلي و و و و و وثبت نفسه في الخمس ست سنين الاخرى؟ قول لي لعيب، هات لي لعيب طلع من قطاع الناشئين غير احمد ياسر ريان واعروه، وعندك احمد حمدي واعروه، محمد حمدي، ومين تاني؟ هو حضرتك بتعود، يعني حضرتك شايف انه المشكله في الناشئين ولا مشكله في الادارات ان هي او الشكل الفني مش الجهاز الفني مش بيشاركهم؟ لا، يحيى كلمنا على نقطه مهمه جدا، ان ما عادش يعني ما عادش في بصه على قطاع الناشئين في مصر. صحيح. فانا بدي مثل عشان النادي الاهلي، عشان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. اكيد عنده قطاع ناشئين يعني كبير. النهارده قول لي لعيب طلع من قطاع الناشئين بعد حسام عاشور والسيف اكرامي وقبلهم رمضان صبحي وثبت نفسه، يعني النهارده بيلعب السنه في النادي الاهلي في التيم بتاع النادي الاهلي. في الخمس سنين هذه. لا، لو هتتكلم على نسب يا كابتن، لا النسب قلت بشكل كبير جدا طبعا، يعني لو نسبيا لا هتلاقي النسب قلت كتير. يعني انت بتتكلم في زمان كان بيطلع نجوم كملوا لحد وموجودين دلوقتي واساطير طبعا في كره القدم من قطاع الناشئين. ابراهيم سعيد ده مش كان من اولاد الناشئين النادي الاهلي؟ متعب يا كابتن من اولاد النادي الاهلي. حسام عاشور، حسام غالي صحيح، اكرام، وائل رياض شيتوس، محمد فاروق، سيد عبد الحفيظ صحيح، هادي خشبه، وليد صلاح الدين. انا بكلمك على يعني احمد السيد صحيح، بكلمك على ناس طلعت من قطاع ناشئين في النادي الاهلي. النهارده يعني انا ليه ما يطلعش من عندي في القطاع ثلاثة أربعة كل سنة ويبقوا موجودين؟ طب هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا بعتقد إن ممكن حضرتك كمان تقربنا من الإجابة دي، كأجهزة فنية مش هيدوا، ما عندهمش القدرة إن هم يدوا الثقة علشان يرضوا الجماهير إلا في واحد بتجاب بفلوس كتيرة. يعني انت عايزه تقولي ان هي ايه، يعني شراء العبد ولا تربيته من الاخر؟ يعني مش عارفه والله، اللي مش عارفه المثل ده، بس انا اعتقد ان الجمهور بيرضى بالفلوس الكتير. لا، المثل ده بيقول ايه؟ ان انا لما اشتري اللعيب جاهز احسن من ان انا اتعب واطلع لعيب.
او ان الجمهور مش هيرضى باسم مش معروف. انا جايب لك نجم اهو لارضاء الجماهير. يعني انا بحيي ايهاب جلال في المصري طبعا. ايهاب جلال لما بيجي يعرض عليه لعيب سيرت باك 7 مليون و10 مليون ما بيرضاش طبعا. حسام حسن في سموحه بيعملوا لعيب، بيجيبوا لعيبه من الدرجه الثانيه والثالثه طبعا، وبعد كده بيقعدوا سنه ولا اتنين وبيبقوا نجوم ويبيعوهم. هو صلاح محسن ده كان حد يعرفه؟ لا طبعا. ده اتباع ب 40 مليون جنيه يا جماعه. صحيح. يعني مع احترامي الكامل ليه. فعايز اقول ان يعني النادي الاهلي لازم يبقى فيه، وخصوصا ان هو عنده يعني الكابتن محمود صالح في لجنه موجوده، والكابتن ناجي خليل وكابتن حمدي ابو راضي لجنه موجوده ممكن يستعينوا بيها في اكتشاف المواهب. اكيد. مش لازم اروح اجيب لعيب ب 50 يا ريت طبعا. فمحتاجين نظره يعني قويه في القطاعات الناشئين في مصر. طيب بصفه عامه يعني. اخر سؤال الكابتن محمد يوسف، ممكن تشوف المدير الفني القادم لازم يكون للنادي الاهلي اجنبي، ولا ممكن نشوف استمرار لمدير فني محلي مع النادي الاهلي؟ اخر حاجه. والله انا بشوف ان كابتن محمد يوسف يعني راجل اشتغل قبل كده مع الدرجه الاولى وخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي وعنده خبرات ويقدر يعني يشتغل بشكل كويس جدا، وليه لا ما نديله فرصه يعني مع حضرتك الفرصه مع الاجنبي بالظبط. طبعا يعني ما نديله فرصه، ما فيش مشكله خالص ان كابتن محمد يوسف ياخد الفرصه، وخصوصا ان هو جدير بيها لان هو اشتغل مع الفريق وخد البطوله الافريقيه قبل كده. بالظبط. نشكرك شكرا جزيلا الكابتن محمد عمار، واحد من نجوم اكيد النادي الاهلي، واحد من نجوم منتخبنا الوطني السابقين. صباح الفل على حضرتك وكل الشكر ليك. طبعا اكيد بنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عمار.